السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شباب كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. فيديو جديد في لعبة ماتينتي والرسمي، فيديو سلسلة الصورة مهام يوهارا، يعني سلسلة البداية في يوهارا الحلقة الثانية. أتمنى الفيديو يعجبكم، ونخليكم مع المقطع ونرجع بعد شوية. باك شباب، سألت ناس راح نسوي مهمة القفاز علشان نخلص المشاكل هذه في الخرائط اليوهارا، لأن القفاز راح كما نقول راح يفيد، يشيل عنك، راح يرجع نقاط وضعك ويرجع هجوم والدفاع والحياة اللي عندك. يعني أحسن شيء تبدأ فيه في الخرائط الجديدة أنك تسوي مهمة القفاز. الحين أخذنا مهمة القفاز من علي وحدان. المهمة لما تسويها يعطيك رخصة، هذه الرخصة تخليك تركب قفاز بدون مشاكل. باك شباب قصير. نبدأ ما في الموضوع، راح نحول للصفر. حان وقت التحويل، هيا لنحول لإمبراطورية الشونجو. Let's go, let's go. فعل لي جرعة، فعل لي، أشيل لي هذه الدابة الخايسة، ركب لي هذا العتاد، لا هذا، ركب لي هذا، شيل أم هذا، ركب هذا، ركب لي هذا الخايس، ركب لي العتاد التسليكي، ركب لي هذا. أول صورة رايح يزارع بعتاد حروب. اخوان ضربي ضربي ضعيف جدا. هجومي حلو، هجوم كأني مركب ممتاز ابيض، ممتاز احمر، لاني في اللي كان قبل كنت مركب ممتاز. الممتاز كان يزيدني تقريبا نفس هذا الهجوم تقريبا من اللي كان.
نحيي المهمة أعتقد. حلو. مهمة الحين قاعدة خلينا نشيل المؤثرات علشان ما يبقى يفصل كثير، لأن اللعبة مضروبة من الآخر. خليني أشوف، قول مش البؤرة فقط، المهمة محسوبة على حتى في اللعنة إن شالش. لا 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 على امك. اوف 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 تم مدعس البقرة. نايس. أخيرا 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 بعد تعب ومعاناة طويلة. إخوان هذه المهمة مو طبيعية، أكثر مهمة تقريبا من بدايتي في اللعبة، أكثر مهمة تأخذ وقت تقريبا 3 ساعات ونصف أو 4 ساعات، ما أدري ما حسبت تقريبا، ولكن في حدود 4 ساعات. لازم نرجع عند هذا شو اسمه الغبي علي وحدان، ناسي حتى اسمه شو اسمه. علي وحدان الكلب على امك. قوة كارثية. لقد ساعدتنا كثيرا، احمل هذه المواد الى عشيرتي. يا ابن الكلب، انت عندك عشيرة علشان تتكلم؟ اعطيني مهمة ما احد يقدر يسويها. قريبا سوف نعرف المزيد من عن قوى سونغ ماهي غير المقدسة. أجين، مهمة أخرى. شكرا لقدومك، لقد نضرت أنمى العقول في عشيرتي إلى هذه المواد. مع ذلك هناك أخبار سيئة. ماذا الأخبار السيئة؟ هاتي هاتي. تظهر الأجزاء التالفة من الوحوش تأثيرا ضئيلا من القوى سونغ ماي. إذا أردنا استخدام قوتها لأنفسنا فعلينا أن نتعمق أكثر. هل تستطيع مساعدتي؟ قرار صائب. من المحسن أن لا يكمن ظلام سونغ ماهي جسمه، إنها في روحها وعقلها. استحيت أقول وينها. لو كان لدى الوحوش ذلك
أحضر لي 10 حجر روحي تالف، وسنأمل أن تعلم منه المزيد. والله لا كانت اللعبة بيدي، بنحر أمك بهذا السيف اللي عندي، وأعلقه في هذا التمثال، وخلي الوحوش تدفل عليك. يا كلب، مضيع لي 4 ساعات من وقتي. حجر روحي، لازم نكبنا يا الحجر روحي، كفاية نكبة وتعب مع الأغراض اللي عطيتنا يا علي وحدان. اوكي شباب، هيك نكون خلصنا، مو خلصنا المهمة، لكن خلصنا طلعة في اليوهارة. يعني ملي صراحة، المهمة مو راضية تخلص أكثر من 4 ساعات أو أتوقع. أنا قلت خلاص لما راح يخلص شو اسمه هذيك 90 حبة اللي طلبها شو اسمه هذاك علي وحدان. المهمة اللي بعدها كانت كذلك صعبة، يعني الإسقاط أو أحجار روحية اللي طلبها صعبة جدا. بكملها بعدين، ما راح أكملها الحين. نشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.